رولكس هي واحدة من أفخم العلامات التجارية في العالم، والتي تقدر قيمتها اليوم بقرابة 8 مليار دولار. تاريخها الفخم بدأ قبل قرن من الزمن مع مراهق يتيم سرق منه كل ميراثه. مراهق لا يملك أي شيء سوى إصراره وشغفه الكبير بالرياضيات واللغات. مراهق قرر تحدي نفسه وانتقل من بلده الأم إلى بلد آخر وهو في سن صغيرة. وبعد سنوات من العمل سيقرر هذا المراهق أن يتبع شغفه وسيفتتح مشروع صغير لصناعة الساعات. ولكن ما لم يكن يعلم أحد هو أن هذا المشروع الصغير سيقوده إلى ريادة صناعة ساعات اليد الحديثة، بل وتغيير شكل صناعتها للأبد وخلق إمبراطورية بمليارات الدولارات. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم سنتعرف على قصة الفتى اليتيم الذي استطاع تأسيس أفخم ماركات ساعات في العالم رولكس، وكيف استطاع تغيير شكل صناعة الساعات للأبد بعد أن كانت ساعات اليد تقتصر فقط على النساء والرجال يرتدون ساعات الجيب المعلقة. وسنتعرف على استراتيجية التسويق التي استعملها لكي يجعل من ساعة رولكس رمز للقوة والفخر لكل من يرتديها. وفي آخر القصة ستعرف لماذا ساعة رولكس هي باهظة الثمن اليوم. ولد هانس ويلستورف في كومباك بألمانيا عام 1981، وهو الابن الثاني لعائلة مكونة من 3 أطفال، أمه اسمها آنا وأبوه هو جوهان ويلستورف. وكانت عائلة ويلستورف تدير مشروع لتصنيع وبيع السلع الحديدية، وهذا جعلها تتموقع في الطبقة الوسطى من المجتمع الألماني. ولكن للأسف بعد مرور سنوات قليلة على ولادة هانس توفيت والدته بسبب المرض عام 1992. وما زاد الأمر سوءا هو أن والده كذلك توفي بعد عام فقط من وفاة أمه، وترك هانس يتيما وهو في سن 12 فقط. وبعد وفاة والديه تحولت الأملاك والوصاية مباشرة إلى عمه، والذي بدوره باع فورا ممتلكات العائلة وأخذ هانز إلى مدرسة داخلية معروفة في بافاريا. في البداية هانز لم يتقبل القرار وأصبح مكتئبا، لأنه دائما ما كان ينظر إليه على أنه غريب، وغالبا ما كان يتعرض لمضايقات من طرف الأولاد الآخرين. ولكي يخرج من هذا الاكتئاب قرر هانز أن يصب كل تركيزه على التفوق في المدرسة وحسن النقاط. وبالفعل بعد مرور سنوات بدأ ذكاء هانز يلمع في الأفق، وخاصة شغفه وحبه الكبير للرياضيات واللغة، بحيث كان يتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، ودائما ما كان مولع بالسفر واكتشاف ثقافات جديدة. وكان يعلم جيدا بأن تعلمه للغات جديدة سيفتح له آفاق كبيرة في المستقبل، وسنعرف في باقي أحداث القصة كم لعبت اللغات التي يتحدثها دور مهم في مساره المهني. وفي أثناء وجود هانس في المدرسة كان له صديق سويسري، وكان دائما يحدث عن كيف هي الحياة في سويسرا، وخاصة يحدث عن مدينة سويسرية تسمى بلاشودوفون. وهذه المدينة كانت معروفة وقتها بتاريخها الطويل في صناعة الساعات. وبعد ذلك أصبح هانز مهتما ومتحمسا جدا لزيارة المكان في المستقبل. وفي يوم من الأيام هانز سائم جو المدرسة الداخلية والحياة عامة في ألمانيا، فقرر ترك المدرسة الداخلية والانتقال إلى جنيف سويسري وهو في عمر 19. فبدأ يبحث بعدها عن عمل، وبعد بحث طويل وجد لنفسه وظيفة كمتدرب في شركة دولية لتصدير اللؤلؤ. هذه الشركة كانت تشتري اللؤلؤ من أسواق مختلفة وتقوم بفرزها وتعبئتها بشكل لائق، ومن ثم تبيعها لصانع المجوهرات. هانز وهو في الشركة لاحظ بأن الشركة لا تقوم بأي شيء مميز، ولكن بالمقابل فهي كانت تحقق أرباح كبيرة. فهنا قرر أن يتعمق في أعمال الشركة وأن يفهم كل خبايا العمل، فبدأ يراقب عن قرب كيف تتم إدارة كل شيء في الشركة. ووصل على هذا الشكل حتى جاء اليوم الذي وصلته فيه رسالة من عند صديقه، وهذه الرسالة هي التي ستغير حياة هانز للأبد. والرسالة كان فيها عرض عمل لهانز في شركة تسمى كيونو كورتن، وكيونو كورتن كانت من أكبر الشركات المصنعة للساعات في ذلك الوقت. والأكثر أهمية هو أن مقر هذه الشركة يوجد في مدينة لاشودوفون سويسرية، وهي المدينة التي لطالما أراد هانز الذهاب إليها. وبالفعل في عام 1900 تحول هانز إلى مدينة لاشودوفون للعمل في شركة الساعات، والتي تم تعيينه فيها كمراسل باللغة الإنجليزية، وكان يتقاضى راتب شهري قدره 80 فرنك سويسري، وكان مسؤول كذلك عن تعبئة مئات ساعات الجيب كل يوم والتحقق من صحتها. وهذا أعطاه نظرة ثاقبة عن كيف تتم صناعة الساعات وكيف يتم إنتاج كل نوع من أنواعها. ولكن لم يطل عمل هانز في هذه الشركة، لأنه كان مرغم على العودة لألمانيا للقيام بالخدمة العسكرية. وبعد قضاء 2 في ألمانيا انتهت فترة هانز العسكرية، وبعدها مباشرة انتقل إلى لندن الإنجليزية يعمل في شركة أخرى للساعات، وهناك كان مسؤول عن منصب أكبر، فقد أصبح مسؤول عن زيادة المبيعات في الشركة. وخلال سنتين فقط قضاهما في الشركة نجح في العثور على المزيد من الزبناء، مما زاد مبيعات الشركة خلال هذه الفترة. وخلال كل يوم كان يقضي هانز في الشركة كانت دائما ما تراود فكرة إنشاء عمله الخاص وصناعة ساعة خاصة به. وفي نفس الفترة التقى بزوجته المستقبلية فلورنس، وبعد زواجهما أصبحت لهانز الجنسية البريطانية.
وفي يوم من الأيام كان هانز يجلس مع شقيق زوجته ألفريد جيمس ديفيز، وكان يتحدثان عن أمور الحياة وعن خططهما للمستقبل. وأثناء الحديث أخبر هانز سهره ديفيز بأنه يشعر على أنه قادر على تأسيس مشروع تجاري خاص لصناعة الساعات، ولكنه بحاجة للقليل من رأس المال ليبدأ. هنا ديفيز لم يطل الأمر وقال لهانز: أنا أملك رأس المال الذي تريده ومستعد أن أبدأ معك، ولكن بشرط أن أعرف الخطة كاملة وأضمن بأن مالي سيعود إلي في النهاية. فقال تمام تمام، وتم الاتفاق بين هانز وديفيز. وبعد مرور أشهر قليلة قام بفتح شركة ويلستورف أند ديفيز عام 1905، وهي التي سيتحول اسمها في المستقبل إلى رولكس. في البداية كان يقومان باستيراد ساعات من سويسرا ويضعونها في حقائب مميزة موضوع عليها لوجو شركتهم، ومن ثم يبيعونها بأسعار معقولة في إنجلترا. وبعد مرور أشهر بدأت شركتهم في النمو وتحقيق الأرباح، ولكن بالرغم من هذا النجاح فهانز كان مقتنع بأن هذا النجاح لن يدوم طويلا، وخاصة وأن بعض الزبناء بدأوا يسألون عن مصدر الساعات، والتي هي في الأصل كما قلنا ليست من صنع شركتهم. وهنا بدأ هانز بالتفكير جديا في صناعة ساعة خاصة بشركته. فهانز كما قلنا كان شغوف ويحب الساعات بشكل كبير، إلا أنه كان يرى بأن هناك شيء غير مواتي في الساعات، وهذا الشيء يفقد الساعات جماليتها وقيمتها، وهو اكتساح ساعات الجيب المعلقة للسوق. لأنه في ذلك الوقت ساعات المعصم كان يرتدينها فقط نساء كجزء من المجوهرات، أما الرجال فكانوا يرون بأن ساعات اليد غير ملائمة بالمرة لأنها غير دقيقة وصغيرة جدا مقارنة بساعات الجيب الكبيرة والتي تعتبر دليلا على القوة والرجولة. فكما قلنا كانت فكرة ساعات الجيب المعلقة بالنسبة لهانز شيء غير ملائم، لأنه كان يجد بأن الأمر مزعج في كل مرة تريد أن تعرف الوقت أنت مضطر لمد يدك إلى جيبك وإخراج ساعة، وخاصة عندما تكون يداك مشغولتين في عمل شيء آخر. فهنا بدأ هانز يفكر ويقتنع بفكرة ساعات اليد أو المعصم للرجال والنساء، ولكن بالرغم من اقتناعه بالفكرة إلا أن إنشاء ساعة يد مثالية يمكنها إظهار الوقت صحيح وترتدى طوال الوقت هو أمر شبه مستحيل. لكن بالرغم من هذا كله فهانز كان يعلم علم اليقين بأن ساعات الجيب المعلقة ستنتهي قريبا، وأن ساعات اليد هي من ستحل محلها وستكون هي الموضة الجديدة. لذلك قضى العديد من السنوات في السفر للكثير من مصنعي ساعات في جميع أنحاء أوروبا، والتقى بعدد غير محدود من صانعي الساعات لمناقشة ومعرفة منهم التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل الساعات. وبعد أن جمع معرفة كافية بدأ بصناعة ساعة تلو الأخرى، ساعات ترتدى في المعصم للنساء والرجال وبجودة عالية، ولكن المشكل هو أنه ولا أحد كان يشتريها منه، لذلك بدأ يأخذها معه إلى الأماكن المرموقة، وفي كل مرة كان يخرج يده أمام الناس ويلقي نظرة إلى الساعة. وهنا بدأت الساعة تلقى إقبال من طرف الأغنياء والأسماء المرموقة في إنجلترا. وبعدها بمدة بدأت الشركة تلقى بعض الشهرة، وبحلول عام 1908 كانت الشركة تعتبر واحدة من أفضل الشركات المصنعة للساعات في إنجلترا. ولكن بالرغم من هذا فهانز كان دائما يشعر بأن ساعته ينقصها شيء لتصبح مثالية، وهو الاسم. فاسم شركته كان كما قلنا ويلستورف أند ديفيز، فهذا الاسم كان بالنسبة لهانز غير ملائم لأنه كان صعب النطق وغير جذاب. وهنا بدأ هانز رحلته في البحث عن اسم يكون راقي وجذاب، والأهم أن يكون سهل النطق في جميع اللغات، وكذلك يجب أن يكون صغير لكي لا يأخذ حيز كبير في قرص ساعة. وقضى هانز وقت طويل وهو يجمع بين الحروف الأبجدية حتى جاء باسم رولكس. ولما سألوه عن معنى الاسم قال لهم: لا أعلم. وهناك من يقول بأنه عندما كان يتمشى في شوارع لندن ويفكر في اسم لشركته جاء إليه شيء موهمس في أذنه اسم رولكس. المهم لا يهمنا مصدر الاسم، ولكن الأهم هو أن هانز أدرك على الفور بأن رولكس هو الاسم المناسب لشركته، وقام بتغيير شركة ويلستورف أند ديفيز إلى رولكس عام 1908. وفي خلال سنوات قليلة رولكس أصبحت معروفة بكونها ساعة يد عالية الجودة، وبدأ العديد من الأثرياء بارتدائها. ولكن هذا لم يدم طويلا لأنه لتوها قد اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفي هذه الفترة العديد من الشركات وبما فيها شركات صناعة الساعات بدأت تكافح من أجل البقاء، وحتى بعضها قد اضطر إلى الإغلاق بالمرة. ولكن ليس كذلك بالنسبة لرولكس، لأن هانز بذكائه استطاع أن يلعب على وتر حساس، وهو أن الجنود سيحتاجون ساعات اليد أكثر من ساعات الجيب، لأن رولكس أكثر سهولة وأكثر أمانا في الاستعمال، وكذلك ستساعدهم على تنسيق هجماتهم بشكل أفضل، وذلك لأنها دقيقة في الوقت. وبمرور الأشهر بدأت رولكس في النمو، وبدأ عدد موظفيها يزداد، وبدأت تفتح مكاتب جديدة في لندن. ولكن بالرغم من كل هذا كان لا يزال ينقص رولكس شيء صغير ومهم في نفس الوقت لكي تعزز ثقتها بيننا، وهو أن تحصل على شهادة الدقة التي تعطى فقط لساعات الجيب. لكن بعد مرور مدة رولكس ستفوز بالتصنيف من فئة A مقدم من سويسرا، وهذا التصنيف يمنح لأول مرة في التاريخ لساعة يد، وتبع هذا التصنيف شهادة الدقة من
من فئة أي مقدمة من مرصد لندن للدقة، وهذا جعل براند أو علامة رولكس تجارية جديرة بالثقة لكل من يريد شراءها. هنا ربما ستقول الكل جاهز لبداية ثورة رولكس وسيطرتها على الأسواق العالمية، لكن هيهات هيهات، فطريق النجاح غير مفروشة بالورود، لأنه في عام 1914 فرضت بريطانيا ضريبة بنسبة 33% على جميع الشركات الموجودة في بريطانيا العظمى، وهذا بطبيعة الحال أمر مقلق للغاية بالنسبة لهانز، لذلك سيأخذ خطوة جريئة لا يأخذها أي شخص سوى من لديه عقلية نجاح ونظرة ثاقبة للمستقبل. والخطوة هي أنه قرر نقل مقر شركة رولكس بالكامل من لندن إلى سويسرا، وذلك لكي يتجنب الضرائب. وهناك سبب آخر لانتقاله لسويسرا، وهو أنه وقت الحرب بدأ البريطانيون يكرهون الألمان بشكل كبير جدا، وهانز يملك جنسية ألمانية كما قلنا. المهم انتقل هانز وفتح شركته من جديد في سويسرا عام 1915، وفي هذا الوقت اشترى هانز حصة شريكه ديفيز لتصبح بعدها ملكية رولكس بالكامل تحت اسمه. وبعدها بسنوات قليلة هانز سيكشف عن شعار رولكس شهير والمكون من تاج من فئة 5 نجوم، ومن هنا سيبدأ عهد جديد لرولكس، ليست رولكس فقط بل عهد جديد في عالم صناعة الساعات. وفي هذا الوقت بدأت شركة تسعى لتحسين وتطوير ساعات رولكس، فهانز دائما ما كانت تجوب في مخيلته تلك الساعة المثالية، الساعة التي سترتديها في يدك وأنت مطمئن أنها لن تسقط أثناء حركتك، وأيضا الساعة التي سترتديها أينما كنت سواء في الصحراء أو في الماء. لذلك بدأ هانز وفريقه بالعمل على الساعة الخارقة، الساعة التي لا تتأثر لا بتعرق يدك ولا بغبار ولا بماء ساخن أو بارد. وبعد عمل طويل ومتواصل جاء العام 1926، العام الذي ستغير فيه صناعة الساعات للأبد، وهو العام الذي أصدرت فيه رولكس ساعتها الجديدة رولكس أويستر أو ساعة المحار، وهي أول ساعة يد مقاومة للماء في التاريخ. في هذه اللحظة هانز كان يعلم جيدا بأن ما قام به هو ثوري في عالم صناعة الساعات، فهو كان متأكد بأن الناس سيهتمون للمنتج الجديد، فكل ما عليه فعله هو تقديم المنتج للناس. لكن هانز بذكائه وحنكته الكبيرة في التسويق بقي يتربص وينتظر الفرصة المناسبة لتقديم منتجه الجديد للناس. وفي عام 1927 سمع هانز عن امرأة من لندن اسمها مرسيدس كلايتسا، وكانت هذه المرأة تدعي أنها قادرة على السباحة عبر قناة إنجلترا التي تفصل بين فرنسا وإنجلترا، والتي تصل مسافتها لحوالي 33 كيلومتر. لم يصدق أحد مرسيدس، لذلك قررت أن تقوم بالتحدي وتقطع المسافة أمام الآلاف من الناس، رغم أن مياه القناة كانت أكثر برودة بكثير من المياه العادية. هنا هانز رأى الفرصة أمامه ليثبت للجميع أن ساعته مقاومة للماء، فقرر أن يجعل المرأة تقطع المسافة وهي ترتدي في عنقها ساعة رولكس. المهم بدأت المرأة التحدي، وبعد قضائها لأكثر من 10 ساعات في الماء تم إخراجها بعد أن أصبحت أقرب للتجمد، ومع ذلك فقد قطعت 4 أخماس طريق. لم تنجح المرأة في التحدي كاملا، ولكن رولكس أويستر أو ساعة رولكس المقاومة للماء خرجت من الماء وهي في حالة ممتازة للغاية، فهنا اندهش الجميع من جبروت وقوة الساعة. وبعدها أكمل هانز حملته الدعائية بوضع إعلان في الصفحة الأولى من جريدة ديلي مايل البريطانية، تحدث فيه عن كيف نجت ساعة اليد المقاومة للماء بشكل مبهر. وهذه النقطة بالضبط كانت نقطة تحول رولكس من مجرد ماركة إنجليزية إلى ماركة عالمية وثورية في مجال صناعة الساعات. ومن قوة وحنكة هانز في التسويق أنه بدأ يروج لساعة رولكس الخاصة به داخل أحواض السمك، فكان يضع أحواض أسماك حقيقية ويضع فيها ساعة رولكس المقاومة للماء في باب كل محل ووكالة رولكس. وهذه الاستراتيجية الذكية في التسويق عملت بشكل مبهر، وبدأت أرباح الشركة تتصاعد بوتيرة كبيرة. وهنا سيقرر هانز أن يرفع مستوى التسويق لساعة رولكس إلى مستوى عالي. فمثلا في عام 1933 تم عرض ساعة رولكس المقاومة للماء مرتبطا برحلة جوية فوق جبل إيفرست، بحيث كان أفراد طاقم يرتدون ساعة رولكس وكانوا سعيدين للغاية، إذ أنه بالرغم من الرحلة الجوية المرتفعة إلا أن ساعاتهم كانت لا تزال تعمل 100% كالأول. ومثال آخر عندما سجل السائق المشهور مالكوم كامبل الرقم القياسي للسرعة، والذي وصل لمسافة 300 ميل في الساعة، فكان عندها السائق مرتديا لساعة رولكس عام 1935. وفي هذه النقطة بالضبط بدأ الناس ينظرون إلى ساعة رولكس ليس فقط كساعة يد عالية الجودة، بل كذلك كساعة يد موثوقة ويمكن لأي أحد ارتداءها مهما كان عمله. وفي خلال هذه الفترات رولكس كانت تحظى باهتمام الجميع، والكل كان يريد الحصول على واحدة، ولكن كان لابد على الشركة أن تواصل التطور. والبداية كانت عام 1931، حيث أعلنت رولكس عن ساعتها الجديدة المسماة رولكس أويستر الدائمة أو ذاتية الشحن، وهي أول ساعة مقاومة للماء وذاتية الشحن في التاريخ. ومعنى ذاتية الشحن هو أنه في نموذج رولكس السابق كان الشحن فيها يتم بشكل يدوي، بمعنى أنه يجب على مستخدم الساعة أن يقوم بشحنها يدويا، وذلك
سحب التاج الموجود على الزرار الجانبي ولفه عدة مرات لكي تشتغل الساعة طوال اليوم، وهذا كان متعب أو عبء إضافي على المستخدمين. لذلك بعد إصدار رولكس النموذج الجديد الأوتوماتيكي المل والذي يعتمد في عمله على حركة اليد، فما دمت مرتديا ساعة وتحرك يدك فهي تشحن أوتوماتيكيا. المهم استمرت مبيعات رولكس في النمو وتحتام الأرقام القياسية إلى أن دلعت الحرب العالمية الثانية، وهنا ستتعرض رولكس لضربة موجعة كادت أن تقضي على الشركة بالمرة، لأنه خلال الحرب العالمية الثانية أصبح تصدير المنتوجات خارج سويسرا أمر شبه مستحيل ومكلف للغاية، وبالإضافة إلى جنسية هانز الألمانية فكان دائما ما يساء إليه والكل يريد إسقاط شركته. وازداد حال هانز سوءا بعد وفاة زوجته عام 1944 وتركته وحيدا. وللإشارة فهانز لم ينجب أي ابن ليرثه، لذلك بعد وفاة زوجته قرر أن يؤسس مؤسسة ويلستورف الخيرية، وذلك لإحياء ذكرى زوجته. والمثير للاهتمام هو أن هانز قبل وفاته بمدة قام بنقل ملكية رولكس الكاملة إلى مؤسسة ويلستورف الخيرية، وهذه المؤسسة هي التي لا تزال إلى يومنا هذا تملك وتدير شركة رولكس. المهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت رولكس تعود للواجهة من جديد وتحقق أرقام قياسية. فمثلا في عام 1947 وصلت مبيعات رولكس لمية ألف ساعة، أي أنها باعت في سنة واحدة ضعف ما باعته في العقدين الماضيين، وهذا النجاح الهائل يرجع إلى إصدارها لساعتها الجديدة عام 1945 والتي أطلق عليها اسم رولكس داي جاست، وهي أول ساعة مقاومة للماء وتظهر لك تاريخ اليوم في العالم. وفي خلال خمسينيات القرن الماضي وصلت رولكس إطلاق سلسلة ساعاتها المبتكرة، وأكثر واحدة متطورة وخارقة هي رولكس ساب مارينر والتي تم تقديمها عام 1953، وكانت هي أول ساعة مقاومة للماء حتى وإن كانت في أعماق تصل لمية متر في المحيط. وفي عام 1960 توفي هانز ويلستورف، وبعد وفاته بدأت الشركة تتحول أكثر لكونها ماركة فاخرة كما هي عليه اليوم، وبدأت تركز أكثر على التسويق لنفسها كمجموعة ساعات لنخبة المجتمع. واليوم رولكس لا تزال هي الماركة الأكثر شهرة في مجال صناعة الساعات، فمن مجرد صبي لا يملك أي شيء استطاع هانز ويلستورف تغيير شكل صناعة الساعات بالكامل إلى ما نعرفه اليوم، وهو يعتبر اليوم من أكثر الأشخاص إلهاما وتأثيرا في العالم، وأساليبه في التسويق لا تزال تدرس إلى يومنا هذا. المهم وصلنا إلى نهاية القصة، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناة ونلتقي في القصة القادمة. سلام.